يبدو أن الولايات المتحدة تجد نفسها في معضلة في أحد أوجه الملف السوري، فمن ناحية تدعم واشنطن عملية درع الفرات شمال سوريا بمشاركة الجيش السوري الحر ضد داعش والميليشيات الكردية، دعم كامل كما أعرب عنه نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته قبل أيام لتركيا، ومن ناحية أخرى تدعم واشنطن الميليشيات الكردية في الحسكة ضد داعش وضد قوات النظام السوري، معضلة جعلت المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف ضد داعش ماكغوريك يقول إن القتال بين القوات التركية وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية الكردية أمر غير مقبول، وضع تجد فيه واشنطن نفسها أمام تحالفات غريبة تحتم عليها مصالحها في النهاية الوقوف إلى جانب الحليف المناسب لتلك المصالح. معنا من اسطنبول مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية جواد بوك، ومن واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد وايتس، ومن القامشلي القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي عبد السلام أحمد. مساء الخير لكم جميعا. أبدأ معك هذا الحوار سيد جواد جوك، مع تطور الأحداث الميدانية والعسكرية على الأرض، أين برأيك ترى وقوف الإدارة الأمريكية من حليفيها اللدودين؟ مساء الخير لكم ولضيفيكم ولمشاهدي الكرام. الحقيقة أنه عندما قال رئيس الوزراء التركي خطابا لأمريكا أنه هل أنتم معنا أو مع الإرهابيين، بدأت هناك مشكلة الأمريكا. الحقيقة أنه الأكراد في شمال سوريا يتفكرون أنه ماذا تقرر الإدارة الأمريكية هو يصير في شمال سوريا، لكن تركيا دخلت بشكل مباشر إلى الحرب في شمال سوريا. أمريكا وقعت في مفترق الطريق بين الأكراد وبين الحكومة التركية. الحقيقة أن هناك علاقات واسعة واستراتيجية بين تركيا وأمريكا، يعني علاقات ليست موقتة، وهناك طبعا علاقات ودعم أمريكي للأكراد في شمال سوريا، لكنه الدولة العاقلة تتعاون مع دولة أخرى ولا تحاسب على منظمات أو جماعات. هذا الذي نرى، أن العلاقات الأمريكية التركية ستستمر بقوتها، علما أن بين القوسين أن حزب العدالة والتنمية حزب أكثر خدمة من سائر الأحزاب في تركيا إلى مصالح أمريكية في المنطقة، ولهذا نحن نقول أن الإدارة الأمريكية ترجح الحكومة التركية، لكن الأمريكان تراعي المعادلة بين الطرفين، لا ترجح أحدا لحد الآن، لكن بسبب المعادلة، بسبب أن الأكراد مثلا يحاربون داعش وتركيا هي حليف لأمريكا، هناك معادلة في الموقف، لكنه ترجح تركيا طبعا. دعني أطرح هذا السؤال أيضا على السيد ريتشارد وايتز من واشنطن. يقول لك السيد جوك بأنه هناك نوع من المعادلة في المواقف، وإن كانت الولايات المتحدة ربما ترجح يعني وقوفها مع الحكومة التركية كما كان يحلل، ولكن هل تعتقد سيد وايتز بأن سياسة التوازنات التي تنتهجها واشنطن تسمح لها كما يقول البعض ببيع الأكراد لتظفر بالحليف التركي؟ نعم، إنه سؤال جيد. أنا أقول هنا بأنه من الصعب بالنسبة للولايات المتحدة أن يكون لديها سياسة دائمة في الأزمة السورية بالنظر إلى المصالح المشتركة أو المصالح المتقاطعة هناك والأطراف التي يمكن أن تعمل معها وتكون في مكان الأسد مستقبلا. ما تحاول الولايات المتحدة أن تقوم به هو أنها ستعمل مع
من لا يكون إرهابيا أي أي مجموعات إرهابية، وهذا طبعا كانت القوات الكردية تمثل هذا الطرف. تريد أيضا أن تعمل مع الحلفاء، وحليفنا الأهم هو تركيا، وطبعا هناك مصالح أخرى، ولكن المشكلة التي تواجه أمريكا هي التوترات بين المجموعات الكردية والحكومة التركية. إذن الولايات المتحدة سياستها ربما الأحسن هي أن تتعاون مع هذه ضد الأسد وضد الإرهابيين، ولكن هذا صعب بالنسبة إليها، ولهذا تحاول أمريكا أن تطفئ هذا التوتر بين الطرفين. لا أعتقد بأن واشنطن ستبيع الأكراد، أعتقد بأن هذا طبعا كان اتهاما قد وجه للولايات المتحدة من قبل، وخاصة فيما يتعلق بالعراق، وأنا أعلم بأن واشنطن حساسة بالنسبة لهذا الملف، ولكن بالنسبة لنا فإن أمريكا تحاول أن تحل الخلاف بين تركيا والمجموعات الكردية وبين طبعا الأطراف الفاعلة في سوريا. هل ترى سيد عبد السلام بأن أمريكا تسعى لحل هذه الخلافات حتى ربما توازن في موقفها بين حليفيها؟ مساء الخير لكم ولضيفيكم ولمشاهدي قناتكم. أهلا. بالبداية يجب القول بأن قناتكم توصم قوات سوريا الديمقراطية بأنها ميليشيات، هي قوات قتالية تمثل إرادة مكونات المنطقة من الكرد والعرب والسريان، وهي ليست ميليشيات. النقطة الثانية، نحن اليوم قوات سوريا الديمقراطية حليف لقوى دولية تحارب الإرهاب والذي تشكل خطرا على السلام العالمي، ووحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية هي القوى الوحيدة التي استطاعت أن تلحق الهزيمة بالدواعش. حقيقة التدخل التركي جاء لنجدة هؤلاء الدواعش، والهدف الأساسي هو ضرب القوات التي كانت تتجه باتجاه الباب بعد أن تم تحرير منبج. فلذلك أنا باعتقادي بأن الأمريكان لن يفرطوا بهذه العلاقة، وموضوع التدخل التركي والاحتلال التركي لأراضي سوريا لن تكون سهلة، والأتراك دخلوا مستنقعا لن يكون بالسهل لهم الخروج منه. لذلك على الأمريكان التحرك للجم التدخل التركي في شأن سوري بحت. صحيح سيد عبد السلام، يعني الأكراد كما يقول البعض أثبتوا أنهم قوة مقاتلة فعالة تحارب داعش، وهو طبعا مصدر قلق رئيسي للولايات المتحدة، ولكن ألا تعتقد بأن الولايات المتحدة لم تسر في ربما المخطط الكردي الذي على سقف توقعاته بسبب الدعم الأمريكي مؤخرا، وأصبح يعتقد بأنه بمقدوره إنشاء كيان كردي في المناطق التي قامت قواتكم بتحريرها؟ يعني هو موضوع ليس إقامة. نعم سيد عبد السلام، يبدو أن الاتصال انقطع بسيد عبد السلام أحمد، سنعاود الاتصال به بعد قليل. أعود مرة أخرى إلى السيد جواد جوك، استمعت إلى ما كان يقول سيد عبد السلام أحمد، هذا التدخل التركي في شمال سوريا لابد أن يتوقف ولن يكون سهلا ويتوقع له عواقب وخيمة، ما رأيك؟ طبعا يعني حقيقة القضية أنه هناك يعني إمكانية الصلح مع الأكراد في سوريا كانت موجودة، لكن الخطأ من قبل الحكومة التركية تكررت. يعني هناك كانت لقاءات متبادلة، لقاءات كان يأتي مسلم صالح إلى تركيا وكان يلتقي مع أردوغان والمسؤولين، لكن بعد مدة رأينا أنه اعتبروهم أنهم منظمة إرهابية. يعني الحكومة التركية كانت على الحكومة التركية أن تحل المشاكل بداية مع الأكراد في داخل تركيا، لكنهم قبل أن تنحل مشكلتنا مع إخواننا الأكراد في داخل تركيا دخلنا إلى سوريا. لماذا؟ لأن الأكراد في شمال سوريا ليست القضية حرب داعش، حرب ضد داعش، كل يدعي أنه ضد داعش لكنه لا يعمل بشكل جيد.
القضية هنا هم الأكراد في شمال سوريا يستغلون الفرصة دائما لأن يسيطرون على الأراضي التي ليست لهم تاريخيا وليست لهم ديموغرافيا. هم يريدون يغيرون الديموغرافية في شمال سوريا. نحن نقول وماذا تريد سوريا؟ وماذا تريد سوريا؟ يعني سوريا فقط تقاتل داعش في الشمال السوري؟ ألا تحاول منع الأكراد من تحقيق هذا الهدف؟ يعني ما علاقتها أيضا بالداخل السوري سيد جوك؟ هذا ما يسأله البعض. يعني حقيقة أنه سوريا للسوريين جميعا. الآن ليس وقت أن يتكلمون حول الفيدرالية، حول الانفصال من سوريا. طبعا قضية سورية فقط، لكن الحكومة التركية تدخلت مباشرا إلى سوريا بهذا الشكل لأنه كانت هناك تهديدات من قبل داعش وغير ذلك. لكن الهدف، الكل يعرف أن قوات المسلحة التركية هدفهم الممانعة من تقدم القوات الكردية في شمال سوريا وعدم تغيير الديموغرافية، هو الهدف الأول والأخير بالنسبة إلى تركيا. تركيا لا تريد أن تسيطر أو أن يكون احتلال لشمال سوريا، لكنه الخطأ هناك أن لم يكن هناك تنسيق دولي، تنسيق مع يعني الأكراد في شمال سوريا، الأكراد في داخل تركيا. الخطأ هنا، الخطأ ممكن نقول أن تركيا في قضية سوريا التي كانت سوريا عربية وقفوا في هذه القضية أمام العرب. يعني القضية قضية عربية في البداية، يأتي دورنا فيما بعد، لكن الحكومة التركية تدخلت عبر أيديولوجيات دينية فدخلت فيه مباشر في قضية سوريا مباشرا. يعني أزمة بعد الأزمة الآن نرى في شمال سوريا. اسمح لي أعود إلى السيد ريتشارد وايز. قبل قليل تحدثنا أيضا مع السيد عبد السلام أحمد عن سقف توقعات الأكراد. هناك من يلوم واشنطن ويجعلها مسؤولة عن رفع سقف توقعات وأمال الأكراد بإمكانية تأسيس كيان لهم طيلة الفترة الماضية بهذا الدعم الذي تقدمه واشنطن لهم. ما رأيك سيد وايز؟ أعتقد بأن هناك قليلا من الأكراد الذين كانوا يعتقدون بأن بإمكانهم إنشاء دولة، فهم يواجهون العراق وإيران وتركيا وسوريا. إذا أعتقد بأنهم ربما فكروا بأنه سيكون لديهم كما لدى الأكراد في مثلا في شمال العراق، أي حكم ذاتي. وأعتقد طبعا لا أعتقد بأن معظمهم يريدون أن تكون لهم دولة، ولكن ما دامت الحكومة التركية ضد هذه الفكرة فلا أرى كيف يمكن أن يحدث هذا. يجب أن تكون هناك شيء له علاقة بشمال العراق، حيث هناك مثلا الحكومة العراقية وهناك حكومة عراق كردية وهما متفاهمتان تماما، وهناك تعاون اقتصادي بينهما ولا يهددان بعضهما. إذن ولكن فيما يتعلق بتركيا فإنها ليس لديها نفس الرؤية بشأن الأكراد في سوريا، إنها تعتبرهم كامتداد لحزب العمال الكردستاني والتنظيمات الإرهابية الأخرى. إذن الأكراد عليهم أن يغيروا رأي الحكومة التركية حتى يسمح لواشنطن أن تتدخل بينهما وربما تقدم دعما أكثر في هذه المسألة. سيد عبد السلام، يعني مسار الأحداث الميدانية من الواضح أنه بدأ يرسم خريطة جغرافية هناك من يقول بأنها في صالح الهوية الكردية. ما هو هدفكم في النهاية بعد الحرب على داعش صراحة؟ يعني بالنتيجة الإدارة الذاتية الديمقراطية التي تم إعلانها في مناطق روجافا شمال سوريا هي نتيجة توافقات بين كل مكونات المنطقة من الكرد، العرب، السوريان، الآشوريين. اختيار شكل ونظام الحكم في سوريا هو شأن سوري بحت ولا علاقة لتركيا بها. يعني حقيقة الموقف التركي هو تدخل في شأن سوري. نحن الشعب السوري بإرادتهم هم من يختارون النظام الأمثل لسوريا المستقبل، ونحن نجد بأن سوريا المستقبل
المستقبل يجب أن يكون النظام فيها نظام فيدرالي. في المستقبل عندما تضع الحرب أوزارها ستتفق مكونات الشعب السوري ومختلف كياناتهم السياسية على اختيار نظام الحكم. الأكراد لم يأتوا من الفضاء ولم ينبتوا من الأرض كالفطر، هم سكان هذه المنطقة. وحقيقة تركيا بتدخلها هذا وسعت مساحة الصراع، وهو ليس أيضا في صالح الشعب التركي. فلذلك على تركيا أن تحل القضية الكردية أولا في الداخل، وأن تعود إلى سياسة صفر المشاكل، وبعين الوقت أن لا تتدخل في الشأن السوري وتترك للشعب السوري أن يختاروا النظام الذي يمثلهم. ولكن هناك من يتحدث عن مشروعية أيضا المطالبة بدولة كردية قومية، يعني هذا هو مربط الفرس كما يقال سيد عبد السلام. هل يمكنكم أن ترسلوا إشارات اطمئنان لهذه الدول القلقة من تشكيل هذه الدولة القومية للأكراد؟ مع أن كل الدول أقامت دول قومية، الأتراكية دولة قومية، سعيد بمن يقول بأنه تركي علم واحد ولغة واحدة، وكذلك النظام الملالي في إيران دولة فارسية قومية، وكذلك العرب. أما من المحرم على الكرد أن يحلم حتى بأن يكون له خيمة يسكن تحتها، مع أن الدول هذه دول إسلامية، عواصم دول إسلامية، والحديث الشريف يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. للأسف الأكراد كما قال أحد الكتاب العرب هو يتامى المسلمين، فلذلك الكل يجد في الطرف الكردي الطرف الأضعف، والمنطقة ستبقى مشتعلة. هي حقيقة يجب أن يفهمها حكام أنقرة وحكام اسطنبول وحكام دمشق. هذه الحرب الأخيرة وتدخل التركي جاء نتيجة تفاهمات بين هذه العواصم الثلاثة من أجل كسر إرادة الشعب الكردي، والشعب الكردي الذي أشعل الثورة من ثورة لن يهدى حتى ينال حقوقه كاملة، سواء كان في إطار نظام فيدرالي أو حكم ذاتي أو ما شابه ذلك. من حق الشعب الكردي أن يقرر مصيره بنفسه. عندما نجد بأن الدبابات والطائرات تقصف المدن والقرى ويحولون قرانا ومدننا إلى كومة من الخراب، من حقنا أن ندافع عن أنفسنا. شاهدوا ما آلت إليه أحوال العراق. نظام صدام حسين أوصل الوضع في العراق إلى ما وصل إليه. لو أنهم حلوا المسألة الكردية بالطرق السلمية لما وصل العراق إليه لما وصل. وكذلك النظام السوري وأيضا تركيا، يعني لا يفكر أردوغان بأنه سيقعد في برجه العاجي دون أن تصل النيران إلى جبهته. شكرا، أرجو أن تبقى معنا أنت وسيد وايدز وسيد جواد جوك. أنتقل بكم إلى هذه المشاركات التي طبعا بحوزة ألما حول الموضوع الذي نتناوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تفضلي ألما. نعم فضيلة، تحت عنوان الولايات المتحدة والأكراد المتابعة هيثم يقول: أمريكا استغلت الأكراد خير استغلال خلال محاربتها لداعش للضغط على تركيا، وعندما أصبحوا ورقة خاسرة تخلت واشنطن عنهم. عماد يقول: تقرب أردوغان من روسيا وإيران أثار ذعر الولايات المتحدة التي لها الكثير من المصالح في تركيا وأهمها قاعدتها العسكرية، مما دفعها لتغيير مسار سياستها. أما تامر فيقول معنا: تنازل تركيا عن رحيل الأسد وتوافقها مع روسيا تزامن مع تنازل الولايات المتحدة عن دعم الأكراد، وباتت هذه القوى الثلاثة على وشك تقاسم سوريا. شكرا لك ألما. سأتناول بعض هذه المشاركات مع ضيوفنا الليلة، ولكن قبل ذلك أود أن أطرح يعني زاوية جديدة في هذا النقاش مع سيد جواد جوك. الاستدارة التركية التي يعني أجرتها القيادة التركية نحو موسكو وطهران ودمشق، ألم برأيك تعزز حاجة الولايات المتحدة للأكراد؟ نعم، يعني كانت هناك رؤية مختلفة بين تركيا وأمريكا إلى الأكراد. يعني لأنه تركيا مثلا تعبر منظمة سوريا الديمقراطية الكردية منظمة إرهابية، لكن في نفس الوقت أمريكا يعني تدعمهم وتقول أنهم مقاتلون للحرية وثوار. يعني هذا التعريف. وهناك تركيا طبعا تنازلت إلى وحدة الأراضي السورية، هذا الذي كان يؤكد عليها
روسيا وإيران، ولهذا صارت هناك تقارب بين روسيا وتركيا. لكن هذا التقارب ليس تقارب استراتيجي، بل كانت من أجل ضرورة موجودة في المنطقة، وهناك يعني اتفاق، وتركيا وأمريكا حليف استراتيجي، وتركيا عضو في حلف الشمال الأطلسي ناتو. التحركات التركية يعني تقع يعني في إطار حلف الشمال الأطلسي ناتو، لكن هناك مراقبة وهناك قلق من قبل دول الغربية وحتى أمريكية بالنسبة إلى ما يجري والتحركات العسكرية التركية. يعني هنا الآن يعني بين تركيا وأمريكا لا يمكن أن نقول هناك أزمة، لأن أمريكا تراعي المعادلة بين الطرفين، بين الأكراد وتركيا. لكنه التقارب التركي إلى روسيا، نعم، أنها سيجبر أمريكا أن تقترب من الأكراد أكثر، لأنهم يعني أكراد يعني تابعين لأمريكا في كل ما تريد الإدارة الأمريكية بالنسبة إلى ما يجري في شمال سوريا. نعم. طيب سيد وايدز، يعني ما رأيك في القول يعني بأن تقرب أردوغان من روسيا ومن إيران أثار ذعر الإدارة الأمريكية التي لها الكثير من المصالح في تركيا وأهمها القاعدة العسكرية، مما دفعها لتغيير مسار سياساتها؟ أعتقد بأن طبعا أقوال المشاهدين كانت جيدة وأنها مثيرة للاهتمام. أحدهم سأل عن كيف لإيران وروسيا وتركيا وسوريا كيف يمكن أن يستعملوا مثلا القضية الكردية حتى يخرج تركيا مثلا من بعيدا عن أوروبا والولايات المتحدة ويجلبوها إليهم، وأنا متأكد بأنهم يريدون أن يفعلوا هذا. ولكن ربما أنا أفكر وأعتقد بأنه هذه ليست القضية الوحيدة بين تلك الدول الأربعة، ولكن ما أثار اهتمام الولايات المتحدة هو أن الولايات المتحدة لم تريد أن تكون هناك حرب بين روسيا وتركيا، لأن هذا سيكون مشكلة كبيرة، وخاصة بعد إسقاط الطائرة الروسية من قبل الأتراك طبعا، ثم كان هناك تدخل، وطبعا الولايات المتحدة لم تكن تريد حدوث مثل هذا النزاع. ولكن طبعا بما أن التحرك التركي نحو تلك الدول كان ينظر إليه بأنه ربما كان سيقطع العلاقة مع الناتو. أما القضية الثانية بخصوص تقديم تنازلات بشأن القضية الكردية، أنا لم أرى أي تغيير كبير ضد الأكراد في السياسة الأمريكية. لم أرى السياسة الأمريكية تتغير كثيرا بشأن القضية الكردية. كانت هناك بعض التوضيحات بشأن مثلا الأماكن التي تكون فيها القوات الكردية تقاتل، وكانت هناك ضمانات للحكومة التركية، ولكن الولايات المتحدة لا تزال تقدم الدعم الجوي والتدريب للجماعات الكردية في سوريا وفي العراق، وهي تحاول أيضا أن تحاول مساعدة طبعا الأتراك على حل قضيتهم الكردية، رغم أن طبعا هذه قضية داخلية. لا أعتقد بأن هناك تغييرا كبيرا والناس يبالغون في هذا الأمر. إذا ربما هذا يطمئنكم سيد عبد السلام، ولكن هناك رأي تناولناه قبل قليل في مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث عن أن أمريكا استغلت الأكراد خير استغلال خلال محاربتها لداعش للضغط على تركيا، وعندما أصبح ورقة خاسرة كما يقول هذا الرأي تخلت واشنطن عنهم. ما رأيك سيد عبد السلام أحمد؟ يعني نحن دافعنا عن أنفسنا، المجموعات الإرهابية التكفيرية بمختلف مسمياتها هاجمت منطقتنا، والأمريكان فيما بعد تدخلوا، نحن دافعنا عن أنفسنا، لم يستغل لنا أحد، ونحن لسنا جنود تحت الطلب لأحد. ومشوار الصراع مع الدواعش
لم ينتهي. والحقيقة الأكراد اليوم مع المكونات الأخرى من العرب والسوريان يشكلون اليوم رقما مهما. هناك آلاف المقاتلين تحت السلاح والمسألة لن تنتهي هكذا بسهولة. التدخل التركي خلط الأوراق، والمجموعات العسكرية التي دخلت جرابس اليوم هي مجموعات متنافرة متنابذة، مجموعات إسلامية راديكالية سلفية، قسم كبير منهم من الدواعش وقسم منهم من جبهة النصرة، جمعهم الترك، الاستخبارات التركية جمعتهم إلى حين. لكن المسألة السورية ستبقى ملتهبة ولن تنتهي بين ليلة وضحاها، وللأسف القول أن نزيف الدم سيستمر طويلا. لذلك سيكون للكرد دور أساس، وقد قالها الروس والأمريكان أيضا في هذا الجانب. مفاوضات جنيف القادمة فيما إذا حصلت سيكون ممثلي مناطق إدارة ذاتية الديمقراطية وسيكون ممثلي الكرد على رأس قائمة المتفاوضين. القوى العلمانية فقدت اليوم رصيدها لصالح الجماعات الإسلامية. هؤلاء الذين دخلوا جرابلس أيضا لا مشروع لهم فيما يتعلق بسوريا المستقبل. الحراك تلتهم معظم الخريطة السورية، وبالتدخل التركي هذه الحراك ستنتقل أيضا للمنطقة التركي. سيد جواد جوك، يعني هذه جزئية مهمة، يعني التدخل التركي كما قال لك سيد عبد السلام أحمد خلط جميع الأوراق، المجموعات التي دخلت طبعا لتحارب يعني متنافرة راديكالية لا تملك أي مشروع كما يقول السيد عبد السلام أحمد، ما رأيك؟ طبعا الدخول إلى الحرب سهلة، لكن الخروج ليس بيد بيد القوات التركية. الحقيقة أنه هدف تركيا الوحيد من التدخل العسكري أن تنسحب القوات الكردية إلى شرقي الفرات. طبعا هم المشكلة أنهم يستغلون الفرصة لتغيير الديمغرافية في شمال سوريا، وإلا ليس هدف قوات التركية أن يكون هناك غزو أو دعم لتركمان فقط مثلا في شمال أرجو سوريا. أن ترد علي في جزئية دخول هذه القوات الراديكالية المتنافرة غير المنسجمة مع بعضها البعض، ألا تعتقد بأن هذا الأمر خلط الأوراق وقد يرتد على تركيا عاجلا أم آجلا؟ نعم الحقيقة هكذا، يعني أزمات فوق الأزمات وقعت في المنطقة الآن، وخلط الأوراق أيضا موجودة. أنا أقول من هنا بصراحة، يعني وجود داعش مثلا في شمال سوريا قد ينفع كثيرا من الأطراف. مثلا النظام السوري يقول نحن نحارب داعش، الأكراد يقولون نحن نحارب داعش، تركيا تقول نحن الآن نحارب داعش، لكن داعش موجود ومدينة راقة موجودة هناك. لكن المشكلة هنا أن الجهات الراديكالية موجودة وهم سيد جوك، من أوجد داعش؟ أنت تعرف أن هناك اتهامات كثيرة من المعارضة السورية وحتى اتهامات دولية من روسيا التي طبعا عادت المياه يعني تجري بينها وبين تركيا، بأن تركيا ساهمت في إدخال مسلحي داعش إلى سوريا وتساهلت مع هذا الأمر. نعم والآن تركيا تحارب داعش. نعم كانوا يتحركون في مطارات تركيا بالسهولة، نحن كنا نشاهد هنا داعش وكل الذين اعتقلوا في العراق وسوريا يقولون نحن جئنا إلى إسطنبول ومن هناك عبر الحدود السورية دخلنا إلى سوريا والحرب، يعني هذا موجود. مع الأسف الشديد الحكومة التركية بهدف الإطاحة إلى نظام بشار الأسد قد سمح يعني قد استفاد من كل الطرق غير مشروعة للإطاحة ولإسقاط نظام بشار الأسد. كان هو الخطأ من قبل سياساتنا الأتراك. مثلا وزيرنا قبل يومين قال أنه من الذي أعطى السلاح إلى قوات داعش؟ طبعا تركيا كانت متهمة وهناك أدلة قاطعة، لكن هناك جهات حتى في دول الغربية يريدون أن يكون داعش في المنطقة بشكل محدود، يهدد فقط الشرق الأوسط والمسلمين ويسيء وجهة الإسلام الطاهر النظيف. مع الأسف الشديد الآن الدين في خدمة السياسة في تركيا هكذا، في سوريا وفي العراق سنة مشيعة مع الأسف. نعم
ما رأيك سيد عبد السلام أحمد؟ هل أقنعك برده سيد جواد جوك؟ يعني حقيقة نحن نقاتل داعش ليس قولا فعلا على الأرض. نحن زرنا تركيا في بداية هذه الأحداث والتقينا مع المسؤولين الأتراك، هذا لا يخفى. هذا والسيد أردوغان لو فكر بعقلانية وابتعد عن الموضوع الطورانية العنصرية وفتح صفحة جديدة مع كرد شمالي كردستان ومع حزب العمال الكردستاني وأيضا مع الكردي في جميع المنطقة، كان لتركيا أن تلعب دورا كبيرا وأن تصبح دولة قوية في منطقة الشرق الأوسط. لكن للأسف هم ارتأوا أن يذهبوا باتجاه التمسك بالرداء القومية المقيت، ويقولون عن موضوع القضية الكردية بأنها ليست متعلقة بحزب العمال الكردستاني، فليحل القضية الكردية مع حزب الشعوب الديمقراطية. يعني تركيا في فترة السلام التي عقدوها مع حزب العمال صار صندوق النقد الدولي مديونا لتركيا، وأنا أبشر تركيا من الآن بأن تركيا ستصبح مديونة لصندوق النقل الدولي. هل هذا في مصلحة الشعب السوري؟ الشعب التركي بمختلف مكوناته، الشعب الكردي والشعب العربي والتركي واللاز وبمختلف المكونات الموجودة اليوم في تركيا وحتى شعوب هذه المنطقة، إلى أين يريد السيد أردوغان أن يذهب بتركيا؟ القضية الكردية لن تنتهي، هي قضية حق، قضية شعب مضطهد تم تقسيم بلاده بموجب اتفاقيات استعمارية. الشعب الكردي أكثر من 40 مليون في المنطقة، لا يمكن أن تهدأ هذه المنطقة دون إيجاد حل عادل للقضية الكردية. التحرك التركي بهذا الشكل سيضر، يلحق الضرر بتركيا ويلحق الضرر بشعوب المنطقة، ليعود حكام تركيا إلى منطقة العقل ويوقفوا نزيف الدم في هذه المنطقة. الحرب لن تنتهي بهذا، القضية الكردية لن تنتهي عن طريق سفك الدماء وتحريك الدبابات والطائرات والتي تستنزف من خيرات شعوب هذه المنطقة. نعم. وبالنتيجة من يدفع ضريبة هذه الحروب هي شعوب هذه المنطقة. شكرا جزيلا لك عبد السلام أحمد القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي من القامشلي. أستكمل وأنهي طبعا هذا الحوار مع ضيفينا سيد وايدز. إذا السيد عبد السلام يتوقع بأن يعني هذا التدخل التركي لن يكون له مصلحة في النهاية، لن يكون يعني سيكون له عواقب وخيمة على تركيا وعلى المنطقة. هل وضعت الولايات المتحدة سيناريو في حال استمر هذا التدخل في شمال سوريا بدون النتائج التي تتوقعها الولايات المتحدة؟ من الصعب أن أقول هذا، لكن ما أعلمه هو أن الإدارة الحالية سياستها تجاه سوريا لم تكن ناجحة كثيرا، وهي تحاول أن تغير المسارات، تحاول مثلا أن تتفاوض مع روسيا الآن وتحصل على اتفاق، وحتى اليوم هناك صحف تقول عن ربما عملية مشتركة بين روسيا وأمريكا في شمال حلب، وتحاول أيضا مثلا أن تحل مشكلة الأسد وبقاء الأسد، وتحاول أن تجد قضية حل للقضية الكردية. أعتقد بأن المخططين الأمريكيين فكروا في أسوأ السيناريوهات، ولكن لحد الساعة يظهر بأنهم جربوا كل شيء يستطيعونه ويأملون طبعا أن ينجح أحد هذه المسارات. ولكن إذا طبعا توصل هذا خلال الأشهر المقبلة، وطبعا حتى يأتي رئيس جديد في واشنطن، فذلك الشخص ربما سيقيم مرة أخرى سياسة أمريكا في سوريا، ثم يقرر وربما سيغير أو يفكر في شخص آخر، ولكن من نعلم سيكون ذلك الرئيس وماذا سيقوم به بالضبط. سيد جوك، يعني إيران بدت متفقة أيضا مع أنقرة في منع الأكراد من السيطرة على مناطق واسعة، إلى أي مدى هناك تعويل تركي على أهمية هذا الدور الإيراني في هذا الإطار؟ نعم، إيران من البداية كانت مع تركيا حول قضية الأكراد، لأن قضية الكردية تهدد أيضا إيران مثلما تهدد تركيا، لكن تركيا لأنها قريبة من سوريا أولا، وثانيا أن عدد سكان تركيا
أكراد في تركيا كثيرة جدا. تعرفون أنه في محاولة الانقلاب العسكري الفاشل إيران كانت واقفة مع تركيا تماما، لأنها كانت تخاف من تقسيم تركيا، لأنه نحن نعيش الآن في تركيا متداخلة مع الأكراد في كل المدن. مدينة إسطنبول أكبر مدينة التي تحتوي الأكراد، ولهذا إذا كانت هنا في تركيا الحرب الداخلي بين الأتراك والأكراد، سوريا تبقى مثل المسرحية يعني أمام الواقع في تركيا. ولهذا السبب إيران وقفت مع تركيا، أقل أمر أنهم وقفوا مع لزوم ممانعة الأكراد في شمال سوريا، لأنهم يريدون أن يصلون إلى البحر الأبيض، فتقطع علاقاتنا وحدودنا مع الدول العربية تماما. ولهذا إيران في هذه القضية متفقة مع تركيا في ممانعة الأكراد. شكرا جزيلا لك جواد جوك، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية من إسطنبول، والشكر أيضا لريتشارد وايدز من واشنطن. شكرا جزيلا لكما.